بارتنر برازيليان بتلاقي مثلا مين بدك هيدا؟ انا بقول هاي فوهبه، هو بيسالوه مثلا بقول لهم جيزال، فمعروفة. لا وحدة برازيلية أنا وحدة وحدة لبنانية, لبنانية. قد ايه اختلاف الثقافات انت وياه كمان عاطي هالشيء اللي كثير حلو اللي عم نشوفه يعني؟ اختلاف الثقافات انا بحس هو من اكثر النقاط يلي بتخلي البراند تكون قوية عنا نحن كافا فاشن. لانه الاختلاف ديفرنت بالكالتشرز هو المنتاليتي تاعيتهم نحن كعرب وهو كبرازيليان. يعني هن بحاول هو يحط من مايلته شيء بالديزاين يمكن انا ابدا ما بحسه صح مثلا انه عم نتشارع على هالنقطه، او مثلا بيقول لي لا انت كثير عم تحط هذا الشوروفسكي الامبرودري بلينك بلينك، بحاول هو يخفف يعني دونت جو ارابيك. سو هذا الديفرنت ان كلتشرز وقت نتشارع على اللوك ونوصل لاخر فاينل لوك اثنيناتنا متفقين عليه، هذا الشيء اللي عم بخلي البراند تكون يونيك. يعني بس صعب ما تكون انت سيد القرار لوحدك بديزايناتك. بالعكس انا